السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي، في هذه النشرة الجوية الخاصة بتوقعات حالة الطقس بالمغرب، فإن شاء الله سوف نقدم لكم آخر تحديثات النماذج العالمية التي صدرت قبل قليل لتوقعات حالة الطقس بالمغرب ابتداء من زوال اليوم إن شاء الله، وكذلك سوف ندرج لكم الأيام القريبة المدى والبعيدة المدى. فأولا أخي أختي، إذا كنت تشاهد القناة لأول مرة فبغيت ربي يسهلك اشترك في القناة وفعل زر الجرس لكي يصلكم جديد فيديوهاتنا ونشراتنا بإذن الله، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك وشكرا لكم مسبقا. فيتوقع بإذن الله بعد الزوال إن شاء الله أن تكون أجواء نسبيا غائمة في المرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، مع احتمال بعض الزخات المطرية فوق المرتفعات، تبقى أمطار ضعيفة ومتفرقة مع أجواء غائمة نسبيا وهبوب رياح قوية في المرتفعات. بالنسبة لباقي المناطق الأخرى ستكون أجواء كذلك صافية إلى قليلة سحب. بالنسبة كذلك للفترة الصباحية من يوم الأحد إن شاء الله، فيتوقع بإذن الله أن تكون أجواء غائمة في الجنوب الشرقي، وكذلك مع احتمال بعض القطرات الضعيفة والمتفرقة مع أجواء غائمة وسحب كذلك عليا بدون فعالية من ناحية الأمطار. أما بالنسبة للفترة بعد الزوال إن شاء الله، فيتوقع بإذن الله أن تكون بعض الزخات المطرية على الجنوب الشرقي، ربما تكون أمطار ضعيفة ومتفرقة على التنغير، وكذلك بإذن الله تباينت مع تساقط الثلوج فوق المرتفعات الأطلس كذلك إملتيل، وكذلك بإذن الله تباينت وبعض الزخات المطرية على أوكيم دين وأمزميز، وربما بعض القطرات على ورزازات، وكذلك النيف بعض الزخات المطرية الضعيفة والمتفرقة وأجواء غائمة في آسول بإذن الله. بالنسبة لباقي المناطق الأخرى ستكون كذلك أجواء نسبيا غائمة إلى قليلة سحب أقصى شمال المملكة. أما بالنسبة كذلك للفترة الليلية بإذن الله، فيتوقع بحول الله أن تبقى بعض التساقطات المطرية فوق المرتفعات تبقى ضعيفة ومتفرقة مع هبوب رياح نسبيا قوية. أما بالنسبة كذلك اليوم الاثنين 29 مارس بإذن الله، فيتوقع كذلك أن تكون أجواء نسبيا غائمة أقصى شمال المملكة، والظهور سحب عليا بدون فعالية من ناحية الأمطار، أفعال العموم ستكون أجواء صافية إلى قليلة السحب. بالنسبة كذلك للفترة بعد الزوال أو الفترة الليلية إن شاء الله، فستكون بعض الزخات المطرية فوق المرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط على تباينت وتنغير بإذن الله، وربما بني ملال وكذلك ربما كيكوا كذلك أخرين بقوسطات، نسبيا تبقى سحب كثيفة وقد تعطي بعض القطرات المطرية الضعيفة والمتفرقة مع هبوب رياح نسبيا قوية. أما بالنسبة ليوم الثلاثاء إن شاء الله، فيتوقع بإذن الله الفترة الصباحية أن يقترب هذا المنخفض تدريجيا من المملكة، وتكون بعض الزخات المطرية على بوعرفة وربما بوعنان وعين الشعير، ربما تكون بعض الزخات المطرية وبإذن الله أمطار نسبيا ضعيفة على وطاة الحاج، ربما تكون على تازة نسبيا أمطار متفرقة ومحلية ضعيفة ومحليا ضعيفة. بالنسبة كذلك الفترة بعد الزوال إن شاء الله، فيتوقع اقتراب هذا المنخفض تدريجيا من المملكة. بالنسبة على العموم ستكون أجواء غائمة فوق المرتفعات الأطلس مع احتمال بعض التساقطات المطرية الضعيفة والمتفرقة مع تقدم هذا المنخفض الأطلسي بإذن الله. أما بالنسبة كذلك ليوم الأربعاء في الفترة الصباحية، فيتوقع بحول الله أن تكون كذلك الأجواء مستقرة إلى قليلة السحب مع اقتراب هذا المنخفض تدريجيا. سنرى إن شاء الله فهناك عدة منخفضات قادمة نحو المملكة، سنرى إن شاء الله إذا هل سوف تدخل إلى المملكة أم لا. بالنسبة للفترة المسائية بإذن الله، فيتوقع بإذن الله أن تكون أجواء مستقرة كذلك وتلاشي هذا المنخفض مع تقدم منخفض جوي آخر إن شاء الله. بالنسبة لواحد أبريل إن شاء الله، فستكون كذلك الأجواء مستقرة إلى قليلة السحب. بالنسبة لكذلك اليوم الجمعة 2 أبريل، فيحتمل بإذن الله ويتوقع أن تكون بعض الزخات المطرية أقصى شمال المملكة والشمال الغربي تبقى أمطار ضعيفة ومتفرقة. أما بالنسبة ليوم 3 أبريل بإذن الله، فيتوقع بإذن الله دخول بعض الزخات المطرية على أقصى شمال المملكة ومرتفعات الريف، ربما تكون بعض القطرات المطرية على وزن وللم مناشفشان وإساقن وسيدي على التازي والعرائش وأصيلة وكذلك طنجة وسبدة والفنادق والمضيق وربما القنيطرة، بعض القطرات المطرية وربما تصل حتى الرباط والمرتفعات تازة بإذن الله وكذلك خنيفرة وبني ملال وربما بعض القطرات الضعيفة على الجديدة. بالنسبة لباقي المناطق الأخرى ستكون أجواء نسبيا صافية إلى قليلة السحب. أما بالنسبة للفترة بعد الزوال إن شاء الله أو الفترة الليلية، فيتوقع بإذن الله استمرار بعض الزخات المطرية أقصى شمال المملكة، نسبيا تبقى أمطار ضعيفة ومتفرقة في مرتفعات الأطلس كبير مع تشكل منخفض جوي أطلسي إن شاء الله. بالنسبة ليوم الأحد 4
أبريل فيح شمل، ويتوقع بإذن الله استمرار بعض الزخاشة المطرية على عدة مناطق من المملكة، ونسبيا أمطار قوية على طنجة وأصيلة تطوان العرائش شفشاون وللاميمونة وإساقن، وبعض الزخات المطرية على إساقن وكذلك لللاميمونة استعلت تازي ووزان وتاونات، وبعض الزخات كذلك ربما على الرباط، وقد تصل حتى الدار البيضاء والسواحل الشمال الغربي بإذن الله والسواحل الوسطى، وكذلك مرتفعات الأطلس كبير مراكش وكذلك قلميم، وربما تلوين بعض القطرات المطرية وأجواء غائمة كذلك على الجنوب الشمال الشرقي والشمال الغربي، وكذلك أقصى شمال المملكة ستكون أمطار نسبيا مهمة، مع كذلك تقدم هذا المنخفض تدريجيا إلى المملكة كما تلاحظون في هذا النموذج بحول الله. سنرى إن شاء الله إذا كان سيدخل إلى المملكة. بالنسبة كذلك للفترة بعد الزوال إن شاء الله، فيتوقع كذلك استمرار أمطار الخير على السواحل الشمالية أو الشمال الغربي للمملكة، مع احتمال أمطار نسبيا قوية قد تكون على شفشاون أمطار قوية، كذلك وزان سيدي علال التازي وأمطار حاضرة على العرائش أصيلة تطوان سبت الفنادق المضيق طنجة، وسيدي علال التازي وأمطار حاضرة على الرباط سلا بن سليمان والدار البيضاء برشيد ربما القارة والجديدة وسط طولة فرج وسيدي بن نور الوليدي، أمطار ضعيفة في هذه المناطق وخنيفرة وزوج الشيخ وربما تالا وتازا وكذلك أكنول وتاونت وإساق بعض الزخاش المطرية، نسبيا تبقى أمطار ضعيفة ومتفرقة في هذه المناطق بحول الله. بالنسبة كذلك الفترة الليلية بإذن الله، فيحتمل أن تبقى بعض التساقطات المطرية فوق الأطلس الكبير والمتوسط مع تقدم هذا المنخفض تدريجيا كما تشاهدون إخواني الأعزاء في هذا النموذج بإذن الله، فيحتمل أن تكون أجواء كذلك غائمة في المرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط مع تقدم هذا المنخفض تدريجيا إلى أحواء المملكة، فإن شاء الله سنرى إذا كان سيدخل إلى المملكة بحول الله. بالنسبة ليوم الخميس إن شاء الله فستكون أجواء غائمة مع هبوب رياح نسبيا قوية وأمطار حاضرة إن شاء الله فوق مرتفعات الريف والأطلس كبير ومتوسط مع احتمال بعض الزخات المطرية، نسبيا تبقى أمطار ضعيفة ومتفرقة بحول الله. بالنسبة كذلك لفترة بعد الزوال إن شاء الله، فيتوقع ويحتمل اقتراب هذا المنخفض تدريجيا المحمل بعواصف قوية ورياح كذلك عاتية مع احتمال بعض القطرات المطرية إن شاء الله بعد الزوال أو فترة الليلية على أقصى شمال المملكة، وتقدم هذا المنخفض الجوي كما تشاهدون الذي يوجد قرب المملكة أو يتجول قرب المملكة، سنرى إن شاء الله في فيديوتنا القادمة إذا كان سيدخل إلى المملكة فهو قريب جدا من المملكة قرب كما تشاهدون لاس بالماس وهو قريب من المملكة كثيرا، فنأمل خير إن شاء الله أن يدخل إلى البلاد ليعطي بعض الزخاش المطرية والأمطار الخير لتعم الخيرات على البلاد والعباد على جميع ربوع المملكة وإن هؤلاء انتهت نشرتنا، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.